اليوم كمان في شباب بتواجه تحديات غير مسبوقة، شو بنحكي لهم؟ التحديات اللي بتواجه الشباب اليوم، التحديات هو بيتغلب عليها دلوقتي. التحديات هي إن كانت مصر رايحة، التحديات قابلها الشباب المصري بشكل رائع في 30 يونيو. طلع 30 ما بين 35 و40 مليون شاب، ودول الشباب دول اللي ربيتهم واللي غرست فيهم القيم الوطنية هي المرأة المصرية اللي الرئيس السيسي أعاد لها اعتبارها دلوقتي العصر الذهبي هلأ. أيوة، يعني فعلاً أعاد الاعتبار هو بيرد الكرامة لكل مصري. النهاردة التحديات اللي بتقابل المصريين، شوف أنت لو جيتي مصر قبل 7 سنين، طبعاً كنت صغيرة ما تعرفيش، لكن بعد ال7 سنين دول مصر بقت حاجة تانية. بالظبط، وانا هاخد من الكلمه بالظبط، مصر بعد 7 سنين فعلا حاجه تانية. واحنا نفسنا المصريين، احنا المصريين ما بنلحقش نقول هو المشروع ده بدا امتى. يعني احنا في مصر دلوقتي كنا نشوف في عهود سابقه حكايه اللي هو حجر الاساس. بالظبط، مع الرئيس السيسي ما فيش حجر اساس، في مشروع.